ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل أتلتيكو مدريد. على هذا الملعب يقام اللقاء الودي الأرجنتين أمام فنزويلا، ولكن الحدث من خلال هذا اللقاء الودي عودة البرغوت ليونيل ميسي، يعود للمشاركة مع الأرجنتين منذ آخر حضور كان في مونديال روسيا الأخير. لقاء فرنسا في الدور الثاني وخسارة الأرجنتين 4-3 كان آخر حضور لهذا النجم ليونيل ميسي. ميسي ب 128 مباراة مع الأرجنتين في رصيده 65 هدف. ميسي في مصافحة مع رينكون لاعب وسط ميدان لفنزويلا. رينكون يلعب في إيطاليا مع تورينو. مباراة اليوم يقود الحكم خوزيه سانشيز مارتينيز اللي يتوسط الفريقين الحاكم الاسباني. يلعب منتخب لافينو منتخب فنزويلا في المرمى فارينيس في اطار تسويات مونديال 2014 في الارجنتين مع مارادونا. تواجد دييغو ارمان ميسي ومجموعه قادره على تمكين ميسي. 78 على عوده البرغوت كره لمنتخب فنزويلا. ميسي لعب نهايات عديده. كرة في مرتك الأرجنتين، فرصة الهدف والهدف عن طريق الخطير سلامان رامبون مهاجم نيوكاسل يونايتد، يعلن عن تقدم منتخب لافينو. فنزويلا تتقدم عن طريق البيستيا الوحش، عن طريق الكلادياتور، عن طريق الملك سلامون. سلامون يتقدم. كرة ضربة دفاع أرجنتينا، ضربة دفاع الأرجنتين بالرقم. فرصة خطيرة لمنتخب فنزويلا. فنزويلا خطيرة، ينقل الكرة في العمق فريق فنزويلا في الهجمة السريعة. لكونسالو يلعب كرة عرضية مارتينيز كنترول وبازالو يهيأ فرصة للأرجنتين. مراوغة ومتابعة الكرة. اللاعب ليساندرو مارتينيز أول مشاركة ليه مع الأرجنتين. لاعب ديفينسا خوستينيو مينديز لاعب اوراكان. كرة عند ميسي حاول مراوغة ترجع لصالح مدن الهدف. عطاهم دفعة معنوية كبيرة. كرة من في رصيد الأرجنتين لقبين على مستوى كأس العالم 86. ساريلا الهجمة لفريق الأرجنتين. كرة خطيرة وتعادل، تعادل وخسر منتخب فنزويلا من الإنجليز 1-0. لوتارو يا دبابة. لوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر مر واخترق دفاع فنزويلا، ولكن الكرة طارت. طارت لوتارو مارتينيز. حقوق الإنسان من جانب النظام العسكري. كرويف اللي قاطع بينما هذه محاولة أرجنتينية. فرصة للأرجنتين ولكن دفاع لليونيل ميسي. ميسي يختم التمرير. هذا لم يكن مقنع أمام فرنسا والخسارة 4-3. كرة من فارينيس. هذا الحارس فارينيس يلعب مع مليوناريوس فريق الكولومبي. كرة تلعب داخل المنطقة رأسية بعيدة، رأسية بعيدة تماما على مرمى فنزويلا، بعيدة كل البعد. كرة في مرتك الأرجنتين تسديد ومحاولة تنتهي خارج ملعب. كرة من جانب اللاعب سلامان رامبون. تحضير مابيس في مرتك المنتخب الأرجنتيني أمام نارينكون جنرال. انطلق يلعب كرة عرضية والتعادل. الحارس خون ولكن ميسي انطلق. انطلق اليوم، انطلق البرغوت وصعب جبه لكافا. كوره فش انطلق البرغوت يمر ليو تبعت كره الدفاع. لمساتك الحضور في ملعب واندا متروبوليتانو. ركنيه لارجنتينا والتعادل يضيع. كيف التمرير اللي كان منتهي 6-0. هذه فرصه خطيره، فرصه ثاني ولكن ارماني البولبو على خصه من ذلك. عنده مشاكل بالجمله في المحور الدفاعي. كره لفنزويلا الثاني يضيع. محاوله من فيانويفا يلعب مع نادي خيمناسك في الدرجه الثانيه. الوانتو ماتشيس ينطلق ولكن تستخلص بولكا. ينطلق ليو والحارس فارينيس يتألق. والكرة
يتصدى لهذه المحاولة الحارس الفنزويلي فارينيس. يتألق كرة بعدها فينزويلا فرانشون، كرة داخل المنطقة على مستوى الخط الثاني، والهدف الثاني ضيع، الهدف الثاني ضيع. فينزويلا روعة روعة على النبي. المنتخب الفنزويلي في مناطق منتخب الأرجنتين، شوفوا الإعادة من مارتينيز، ميسي ميسي انطلق ليو، ميسي 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 الأرجنتين فرانشون، ليونيل ميسي ميسي لوتارو الآن، ولكن عودة سريعة، عاود رمضان تغط رمضان سيمر ميسي ميسي ممتاز والتعادل. لوتارو ممتاز، لوتارو في البوكس رايع، لوتارو كورة داخل المنطقة، لوتارو مع المدافع الفنزويلي اختراق بسرعة منتخب الفنزويلي في الوشوم. التسديد الثاني والهدف الثاني روعة 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 روعة، ومن روايع الفنزويليين هذه الكرة، كرة موريا، موريا سجل ثاني، وفنزويلا منتخب رايع في مرابونتا. المنتخب الفنزويلي لا يستسلم، يلعب حتى اللحظة الأخيرة. جون موريا يعزز من تقدم منتخب بلاده بثاني الأهداف. تغيرت النتيجة، والنتيجة الآن 2-0. موريا يسجل في مرمى الأرجنتين، تلعب باتجاه المرمى والتغطية، كرة تلعب بشكل مقوس، التغطية بالدفاع، ترجع مرمى الباراغواي وقطر. كرة داخل منطقة تبعد، ميسي برر، عطي لك سريعة، أرسل تقليص الفارق، والدفاع يتابع. اختراق من جانب الأرجنتين لدفاعات فنزويلا. الوانتو محاولة اختراق، استرجاع كرة من جانب ميسي مرر، الهجوم للأرجنتين، ترجع لميسي، ليونيل ميسي، كرة بينية تبعت من المدافع بالكرة. فواني مر الكرة باتجاه بلانكو لم يتمكن. كرة تلعب، كرة داخل منطقة جزاء الأرجنتين للأرجنتين، لوتارو يرجعها مارتينيز، يرجعها بالدبابة. الأرجنتين تسجل بهجمة سريعة، هندسة ليو، هندسة البرغوت، وحسمها لوتارو مارتينيز، يسجل ثاني هدف دولي ليه بقميص الأرجنتين. الأرجنتين ترجع بهدف التورو لوتارو خافيير مارتينيز. الأرجنتين تسجل في ملعب رواندا، الألبي السيليستي متروبوليتانو، يتألق لوتارو، والتعادل فيه. كرة محاولة خطيرة لفنزويلا، والكرة تقطع، لش كرة ماتشيس، يتقدم ماتشيس، يلعب كرة عرضية، خطيرة جدا المحاولة. هجمة تدرس، يعني شفنا كونتر اتاك سريعة جدا من الأرجنتين، لوتارو حسمها في المرمى. الأرجنتين بروح كبيرة، ميسي انطلق ليمرر، والتعادل بيع ركنية للأرجنتين، لكن الحكم يحتسب تسلل. لوتارو منتخب الأرجنتيني اليوم يقود الأرجنتين. كوني تسكالوني، الأرجنتين في الشوط الثاني نوعا دنيا، الأرجنتين مجد تعادل. لوسيلسو بيعها، والكرة لضربة مرمى، كرة تفاجأ بها جيفاني لوسيلسو. محاولة خطيرة، فرصة تسجيل، خوسيه بيراوغ، والحكم احسبها ضربة جزاء. خوسيه مارتينيز لاعب اتلانتا يونايتد الامريكي، يتقدم مارتينيز، يسجل، يدعها باقتدار عكس تحرك ارماني. وفنزويلا 3 الارجنتين 1. أرجنتين ميسي حي، ليو يسدد، ليو والكرة تعمل العرضة، يطالب بركنية، الحكم يقول له ضربة مرمى.